بنات الأبناء لقاء يتجدد بمناضلات ومناضلين وأنصار حزب المبادرة. بعد حملة انتخابية حصيلة رائعة من الأنشطة في كل ولايات الجمهورية، تحركات ميدانية قاموا بها إخوانكم وأخواتكم في كل الدوائر في مختلف تراب وطننا العزيز. كان هذا في المدن في الأرياف، كنا دائما رافعين شعارنا، شعار قريب إلى القلب، إلى قلب كل وطني غيور، لنبادر حبا لتونس. Thank you.
تحية خاصة، تحية تقدير وامتنان لكل من ساهم في أعداد هذا اللقاء البديع. نحب نشكركم الأسامي اللي بعدوني شكركم. شكرا لكم جميعا على هذا القبول الحسن، شكرا لكم جميعا على هذا التقديم الجيد. هذا يشرفنا بحسب الفرد ويشرفنا بشكر معكم. تحيا تونس، تحيا تونس، تحيا تونس. ايها الجمع الكريم، يتقدم حزب المبادره لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي، نقدمه كمشروع سياسي، مشروع سياسي ولد من رحم الثوره، ولكن بتواصل مع الحركه الوطنيه التي حققت الاستقلال. هدفه المساهمه في نشر ثقافه سياسيه جديده تؤمن بالديمقراطيه وتؤمن القطع مع منظومه اللا قانون والاستبداد. نريد ان نطوي صفحه الماضي وان نكتب معا صفحة جديدة في تاريخ تونس المجيد، الذي تمتد إصلاحاته على ما يقارب عن 3000 سنة. هذه بلادنا كانت دائما بلاد إصلاح من سانت أوغستان إلى حكم بورقيبة. نتقدم إخواني أخواتي إلى هذه الانتخابات عن هدف واحد، عن هدف واحد، هو شرف المساهمة في صياغة دستور جديد للبلاد، دستور جديد ما نحبوش يكون مجرد تجميع لفصول وتوصيات سياسية وقانونية. حبوا يكون عقد اجتماعي، عقد اجتماعي طويل المدى، مش دستور مش مبنوه كل شهر. حبوا دستور يواكب طموحات شعبنا، يواكب تطلعاته، ويكون صمام أمان لمستقبل أجيالنا الصعبة. هذا التعاقد الدستوري اللي نحبه الدستور هو ما ينجم يكون إلا ليكفل منظومة مؤسسات دستورية للدولة، ويكفل حقوق الإنسان وواجبات المواطنة. ما نحبوش يبقى سوري، لأنه يجب أن يقترن كما قلت بالميثاق، عهد اجتماعي أو عقد اجتماعي واقتصادي وتضامني يجعل كل مواطنة ومواطن يلمس الأثر الإيجابي في حياته اليومية في معيشة اليوم. كما كذلك أن التوصية قاعدة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تنشدها المجموعة الوطنية يقتضي إطلاق جيل جديد من الإصلاحات العميقة لتيسير أسباب حصول كل مواطن وكل مواطنة على هذه الحقوق بما فيها تعليم نافع، عمل منتج، وتغطية صحية، وبيئة سليمة. إن شاء الله.
مفهومها النبي مش ملك حتى لحد، مش حكر حتى على حد، مش ملك حتى لجهة ومش حكر حتى لجهة، مش ملك حتى لجهة ومش حكر على جهة. هي ليست مكسبا للأحزاب السياسية أو التيارات الإيديولوجية، بل هي إخواني أخواتي رهان شعبي، رهان شعب تونس على أن تصبح مدن وأرياف تونس، مدن وأرياف تونس من كل الجهات خالية من الفقر والخصاصة. هذه الثورة كذلك رهان شعبي على أن يمارس كل التونسيين مواطنتهم كاملة من خلال انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. إخواني، ما نشكش لحظة واحدة لأن كل تونسي، كل وطني متعلق تعلقا شديدا بأرض تونس الطيبة، متعلق بأرض تونس مثل ما تعلقت بها وشكلت فيها عبر العصور أشجار الزيتون والنخيل. نتعجب في كثير من الحالات من هرولة بتاع بعض الأشخاص بعض التيارات السياسية.